الدكتور محمد كباتي مستشار رئيس الوزراء اليمني سابقا من لندن. دكتور كباتي، تابعت يعني حسن محمد زيد القيادي في اللقاء المشترك يقول اذا كانت هذه التعديلات حقيقيه وفق ما ذكرت فانهم لن يوافقوا عليها، ولكن الواقع الان يقول ان ما يدور الان هو بين احزاب اللقاء المشترك ودول مجلس التعاون، يعني هل نلحظ ضبابيه في هذه المواقف برايك؟ في الحقيقه لاحظ اخي الاتفاقيه نفسها يصيبها الكثير من الضبابيه، في ابعاد كثيره في مثل هذه الاتفاقيه منذ البدايه الناس كانوا يشيروا الى وجود فجوات كبيره جدا فيها، ولا زال الرئيس علي عبد الله صالح بألاعبه يعود من مثل هذه الفجوات. يعني الان نقول حتى لو وافقوا على انه يوقع باسم رئاسه الحزب المؤتمر الشعبي سيطالب مثل ما صرحوا الكثير من زبانيته بانه نحن لن نقبل بتنفيذ الرئيس ما لم اول شيء تعود الاعتصامات المعتصمين يعودوا الى بيوتهم، ما لم تعود القوات المسلحه التي تمرت على الشرعيه الى سكناتها. كل هذه وبعدين ابعاد كثيره من هذه الجوانب مثلا الخاصه بالاتفاق نفسها كانت غائبه. ايش وضع يعني ابناء الرئيس واولاد اخيه ويعني ماذا سيكون خلال فتره الشهر نفسه؟ هل الرئيس سيبقى يعني بصلاحيته الكامله والحكومه الوحده الوطنيه التي سيتم تشكيلها سيتم يعني مثلا اداء اليمين الدستوري امامه امام نائب الرئيس، لانه اداء اليمين الدستوري امامه وهو بعد 3 أيام سيرحل ومحاوله لاعاده تشكيلته بشكل اخر. اذا هناك تجارات كبيره جدا، لكن انا في الحقيقه هنا وعلى عجاله في الحقيقه اريد ان اتوجه بنداء واضح جدا للامم المتحده فيما يخص حقوق الانسان، لاصدقائنا في الغرب وبالذات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، هؤلاء هم اساسا الذين اعطوا الفرصه لاخوتنا في مجلس التعاون الخليجي ان يحلوا هذا الامر باعتبار انهم كانوا راوا ان هناك نوع من التجاوز عندما تم التعاطي مع مبارك بعيدا عن دير الغمه، والان وهم الان لهم اكثر من 5 أسابيع يحاولون ايجاد هذه التسويه، والتسويه مثل ما قلت هي قائمه على اساس اعطاء الحصانه لعلي عبد الله صالح واسرته لقدر رحيلهم من بعيدا عن دفع هذه المنطقه الى اصول احتراب واصول شرف تصدي. مثل هذا واضح ان مثل هذه التسويه عجز الاخوه في مجلس التعاون الخليجي عن ايجادها على مدى ال5 أسابيع الماضيه. الان تعود القضيه الى اصدقائنا الاساسيين المعنيين، لانه ما يقوم به عبد الله صالح ليس فقط هو تهديد لامن اليمن واستقرارها ولا امن واستقرار ومقدرات المنطقه، وانما امن واستقرار العالم كله. اذا مفروض من هؤلاء الاصدقاء ان يكون موقفهم واضح، لان نحن قلنا اكثر مره بان علي عبد الله صالح الان يستخدم الاسلحه التي تم تمويله بها من قبل هؤلاء الاصدقاء بعذر مكافحه القاعده وبعذر مكافحه الارهاب، يستخدم هذه الاسلحه في قتل ابنائنا وحتى القوات اللي تم تدريبها من قبل اصدقائنا في الولايات المتحده الامريكيه وفي بريطانيا، الان يستخدم هؤلاء القوات تستخدم الان لقتل المتظاهرين الذين يخرجون بشكل سلمي في الشوارع. اذا الازمه الان تتجه فعلا لما يريده علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح يريد ان المنطقه ان تتشظى وفعلا تتحول الى حاله من عدم الاستقرار لكي يثبت نظريته بان في النهايه اليمن يعني اذا لم يبقى هو على راسها فان البلد ستنهار وستتحول الى كارثه، والكارثه ستؤثر على الاخوه في مجلس التعاون الخليجي او على العالم. اذا الان العالم بعيون مفتوحه يتجه مع علي عبد الله صالح نحو السيناريو الذي رسمه بنفسه من قبل 3 أشهر، ونحن حذرنا من هذا السيناريو وهو سيناريو خطير. هذا الرجل دموي منذ ان وصل اليمن، منذ ان يصل حتى الى كرسي الرئاسه قتل العشرات في داخل قبله، يعني يتحمل مسؤوليه بناء مشايخ تعز، يتحمل مسؤوليه بناء ابناء المناطق الوسطى، يتحمل مسؤوليه بناء ابنائنا في المناطق الجنوبيه بحرب 94 ضل مشيها في الجنوب، يتحمل بناء اخوتنا في صعدة الذي شن عليهم 6 من الحروب التي ليس لها اساس، يتحمل بناء ابنائنا الان الذين خرجوا يتظاهروا وقبلها اخوتنا في الحراك السني في الجنوب، يتحمل الدماء ابناء اليمن الذين سقطوا في مختلف معاركهم الوهميه دائما معارك تسمى صدام في المعارك الوهميه الى معارك القذافي في داخل تشاد، هذا الرجل يتحمل كل هؤلاء الدماء الى متى؟
وانا اقول واصرح هنا حتى دماء اخوتنا نحن اللي في عدن التي سقطت في احداث 13 يناير عام 86 هو كان مسؤول عليها، لانه هو كان يثير الفتنه ما بين علي ناصر وجماعه من طرف وجماعه علي عنتر والاخر من طرف اخر. هذا الرجل يلعب مقدمه المنطقه، اخوتنا في مجلس التعاون الخليجي اكثر لا يفعلون منه. هذا الرجل يهرب السلاح، يهرب المخدرات، يهرب العمله المزيفه، يهرب الاطفال، يهرب الارهاب الى اخوتنا في مجلس التعاون الخليجي. ماذا نريد منه؟ لماذا هذا التهاوي عن كل هذه المشاكل التي اثارها محمد للمنطقه والمنطقه؟ لا ندري. نعم يعني دعني ان سيد محمد زيد يعني نترك حق الرد ايضا لدكتور محمد قباطي المستشار رئيس الوزراء اليوم السابق دكتور قباطي، كما حديث حسن محمد زيد بانكم في الفنادق ولا تدرون ما يحدث في اليمن ولا يجب ان تتحدثوا حول احزاب اللقاء المشترك. اولا كيف ترد؟ اول انا طبعا سمعت الاخ حسن الان وانت تتحدث يقول انه انا لم اقصد دكتور قباطي. انا بالتاكيد اعرف انه حسن لا يقصدني بالكامل في هذا الموضوع، لانه نحن يا اخي كنا في الداخل وشاركنا من الداخل، ويعرف انه نحن كنا من داخل قلب النظام نفسه نواجه النظام في كثير من المواقف. وعموما نحن لا نريد ان نثير ضجه كبيره حول خلافات بين الرؤى المختلفه، ما عبرت عنه، انا ما اعرف ليش الاخ حسن زيد اثار قضيه لم يثيرها اي احد. انا من الناس اللي قلت انه يجب ان يعني نعطي فرصه لاخوتنا في مجلس التعاون الخليجي مقابل ان الصفقه تبقى واضحه، وهذا كتبته ومعلن عنه بشكل واضح انه الصفقه فيها قضيتين، قضيه اعطائه نوع من الضمانات بعدم المحاكمه مقابل انه يرحل ويترك اليمن بعيدا عن يعني المنحدر الخطير اللي يرجع فيه اليمن. وانا قلت اكثر الناس قد قلت هذا الكلام اكثر من مره منذ البدايه، انه ليس هناك ضمانات سواء كانت دستوريه سكتت الدستور ولا سكتت القانون، اي حكومه قادمه اي دستور قادم يمكن تعديله. وهذا راي الغرب، نحن كنا قبل ثلاثه ايام هنا وكان مسؤولين كبار في الحكومه البريطانيه قالوا انه ليس هناك ضمانه يمكن ان تعطى، والغرب كان يتواضع بان هذه الضمانه ليس لها معنى. واذا جاء الرئيس علي عبد الله صالح هنا اي حد يمكن يقع على قضيه ويقع في الفخ نفسه يعني. وبالتالي هذه القضايا التي يثيرها الاخ حسن انا ما اعرف هو مستفز جدي من حديث اخر او من حديث تليفوني، لكن انا موقفي واضح بالذات وهو يعرف الادوار اللي احنا نقوم بها، وحاشا لله ان احنا نمن على اي احد ويعرف ماذا نقوم به. لا لسنا في فنادق ولا نحن لا حضور في اليوم ثلاثه اربع لقاءات ونروح البرلمانات ونروح الوزارات الخارجيه ووزارات التعاون بيننا نمن على احد، وهو يعرف نحن لسنا في فنادق ولا نناظر من الفنادق. نحن منذ فتره لو كنا نريد ان نمن يعني نبقى في فنادق، نحن الاسر كنا بقينا في الخارج وعشنا هنا اساتذه في جامعات راقيه، وانا خريج كامبريدج وعلى حساب اسرتي والى اخر ذلك، ما دخلنا نحن في قضايا جانبيه، لا اقبل منه انه هو مثلا يقصدنا في هذا الجانب، لكن يجب ان يكون في هناك واضح اخوتنا في احزاب اللقاء المشترك يروحوا يجلهم ونجل موقفهم، لكن ياتي فرصه ونقول ان قوه الاسئله يعني الان حوالي اربع اسابيع شهر واحد مر على هذا التلاعب، نطلب منهم ان يكون موقفهم واضح وموقفهم من هذا التلاعب، ونطالبهم من اخوتنا في مجلس التعاون الخليجي يجب ان تكون قائمه على اساس حتى انا رجل دبلوماسي وسفير، لا يجب ان يكون في نوع من المكاشفه والصراحه في لقاءات كلهم بانه الى هنا وكفى، لان هذا الرجل استمر اللعبه وانتم مطلوب منكم الان، نحن طلبنا منكم هذه الوساطه وهي ليست وساطه وانما شان يهمكم الى هنا، ومطلوب منكم ان تنتقلوا بالمواقف الى ان يرى هذا الرجل بانه هو ليس بامكانه ان يبتز العالم ولا يبتز مجلس التعاون الخليجي ولا يبتز اي احد، هذا رجل ضعيف اضعف مما يعرف الاخرين، هو يهدد بانه سيدخل اليمن في دوامه المواجهه العسكريه وأبعد من ان يستطيع، وقد جرب مبارك هذا الكلام عند توجه الشباب الى قصره 5000 واحد هرب، وبالتالي مطلوب من اخوتهم مجلس التعاون من اللقاء المشترك ان يكون موقفه، وانا اعرف شجاعة الأخ حسن زيد وموقفه الواضح في هذا الجانب، وأعرف موقف العم محمد سالم باسنجو وموقف الأخ الدكتور ياسين في هذا الجانب، لكن يريد موقف الآن يرتقي إلى مستوى
المسؤوليه التاريخيه، لان هذا النظام مثل ما تحدث المستشار السياسي رئيس الجمهوريه الدكتور عبد الكريم، لانه كان البلد متجه الان نحو الفوضى والازمه الاقتصاديه، هل هذا تهديد؟ نحن نعرف ان البلد ستتجه نحو هذه الامور، لكن من مسؤول عن هذه المعطله؟ من مسؤول عن هذا التكوين؟ اكثر من 5 أسابيع الان والبلد في حاله يعني ستاند ستيل، موقف في محله لكي تنجح السيناريو الذي يخطط له علي عبد الله صالح، هذا الرجل الدموي العرعن الذي لا يعني اصبح يلعب العاب مكشوفه. وانا قلت من اول يوم ان الامبراطور يسير عاريا، كل الاعاب مكشوفه، ونحن هنا ساهمنا في كشفه، واعرف حسن انه اجيتنا الى هنا وكشفنا هذه اللعبه وتوقفت الامريكان، وقفوا مبلغ 2 مليار دولار في مكان يسمى استدامه لمواجهه الارهاب الدولي. اذا القضيه الان محتاجه نوع من التناغم والتنسيق بين جميع القوى السياسيه في الداخل والخارج، والتناغم مع توجه الشباب نحو صناعه تحول حقيقي لايجاد دوله ديمقراطيه. تمام، ترى اعود مره اخرى الى حسن محمد زيد القيادي في اللقاء المنفرد. سيد محمد زيد، يعني اذا دكتور قباطي يرد عليك، والاتفاق على ضروره نحي صالح وإن اختلفت الخيارات هذه واحدة. دكتور قباطي رد عليك وليس ردا دبلوماسيا، وإنما هو رد حقيقي نابع من هدف موحد بتنحي صالح. كيف قباطي على العين، الدكتور قباطي رجل شريف، اعتذر السلطة وعارض الله في السلطة، ونحن نحترم ونقدر مواقفه ولا نختلف معه ولا يمكن أن نختلف معه. أنا لمحت بكلامي إلى الأخ الفقيه الذي عرض باللقاء المشترك وبأحزاب اللقاء المشترك، وقلل من شأنها واتهمها بذهابها إلى الرياض. بالمفتوح أنا أعنيه ولم أعني الدكتور قباطي قط. بالنسبة للدكتور قباطي، ملاحظتي محترمة ومقدرة، وما قاله عن مطبوع الاتفاق صحيح، ويمكنني أن أقول أكثر منه، لكننا ركزنا على الغاية التي وصلنا إليها وهي رحيل الرئيس خلال 30 يوما. هذه التفاصيل نحن في حصانة من أن نظهر، لا يمكن أن يجرنا علي عبد الله صالح إلى الحديث عن الاعتصامات. عليه أن يرحل خلال 30 يوم، ما لم نحن لن نعيق ولا نعيق، بل نحن جزء من الشارع ومن قوة الشارع وسننزل إلى الشارع. هذا ما لدي، ما لدي ان اقوله. وعلى الاخوه، وانا لا اعني الدكتور القاضي ولا يمكن ان افكر بان اعنيه، على الاخوه الذين يمارسون المعارضه من الخارج، عليهم ان يحترموا مواقفنا وان يحترموا شجاعتنا وصرافتنا وبقاءنا في هذا الارض، ونحن مهددون بالقتل بينما هم يكتاتون في الخارج. عليهم ان يحترموا وان لا يشكوا في مواقفنا وان لا يحاولوا ان يزايدوا علينا. باختصار شديد، نحن حتى عندما قبلنا بتوقيع الاتفاق ضحينا ونضحي بسمعتنا حتى في بيوتنا، لم تجد من ابنائنا وبناتنا من شبابنا، لم تجد باننا نبحث عن مخرج علي عبد الله صالح لكي يرحل مخرج امن، لكن مع هذا نتحمل بشجاعه في سبيل توفير الجهد والوقت وتوفير الدماء. هذا باختصار، وكما قلت واؤكد من جديد انه اذا كانت المبادره سترفع علي عبد الله صالح من موقع الطرف المطلوب منه الرحيل الخصم لهذا الشخص، وطرحه في موقع الحكم او المعتمد لاي اتفاق، لا اعتقد بان لقاء المشترك يمكن ان يقبل على الاطلاق او يخضع لاي ضغوط مهما كانت. سنقول لاخواننا في الخليج، نحن نحترمكم ونثق في صدق مساعيكم، لكنكم وضحتم الى ابناء الشعب المشترك من سرعة. شكرا جزيلا لك، وضحت رؤيتك تماما. اعود اليك مره اخرى دكتور قباط، وايضا باختصار يعني ما هي رؤيتك لمستقبل اليمن في ظل كل هذه السيناريوهات المختلفه؟ أنا أربع بأن نقول بأن إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي أخذوا على غرة، وأن خدعهم هذا السفاح وطاغية النهدين. مطلوب منهم أنهم الآن يدركوا بأن مبادرتهم كانت مقبولة من قبل الشعب الليبي، لكن مرور 5 أسابيع 35 يوم
من المواطنه والسواعد يجب ان تدفعهم نحو انهم يتخذوا موقف اكثر جديه من هذا الرجل. ونحن نقول لهم بانه يعني اكثر الطرق الى جهنم هي طريق حسن النوايا، وهذا الرجل سيء النيه الى ابعد الحدود، وبالتالي الصفقه كانت قبلت بانه فيها قضيتين، قضيه رحيله مقابل اعطائه ضمانات او حصانه من عدم المحاكمه. هذه الصفقه اذا بالامكان نسميها الان باسرع ما يمكن، بحيث ان هذا الرجل يغيب عن مسرح الاحداث ويترك اليمن تسعى يعني تتجه نحو الحوشقون والسلام كان بها مالا، فعليهم ان ينفذوا ايديهم ويتوجهوا للضغط عليه بشكل ولديهم من الاغراض الكافيه للضغط عليه لكي يقبل. اشكرك دكتور محمد القباطي مستشار رئيس الوزراء اليمني السابقا.